أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا الأولى النهاردة هنتكلم فيها إيه هو الاختراق وإيه أنواعه ويعني إيه كلمة هاكر، لأن الناس لما بتسمع كلمة هاكر دي بتتخبط. هاكر يعني حد هياخد مني حاجة. مبدئيا أنا هوري للناس بعض الخدع البسيطة اللي الناس ممكن تكون مش متصورة إن الكلام ده بيحصل، علشان تقدر تعرف إن الخدعة دي بجد بتحصل. دي خدعة لشخص، الشخص ده بيقدر يخش على السكريبت بتاع قناة فضائية ويغير في المحتوى بتاعه. فالشخص اللي قاعد بيتفرج على السكريبت او المذيع اللي بيقرا من السكريبت، السكريبت هتغير قصاده طبعا، هو مش هيتخيل ان ده تغيير حصل، فبيكمل لغايه ما بيلاقي في الاخر الكلام اللي بيتقال كلام غير منطقي. هنشوف حته من الفيديو كده ونرجع نكمل كلامنا على ايه الحيل والكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش. انا الفيديو ده هدفه ان اوري الناس ان ده بيحصل، وبيحصل ابعد من كده واخطر من كده، بس ما بحبش اجيب الحاجات الخطيره قوي علشان دواعي امنيه. زي ما احنا شايفين هنا هو قاعد بيتكلم مع المذيعه وبيقرا من السكريبت. هنشوف برضه فيديو تاني ليه، الفيديو ده في المحطه. ده بقى كوميدي جدا لان هو بيقدر يخش على السيستم. طبعا بره السيستم بتاع المحطات مش زي عندنا، حد بينده على ميعاد القطر والرصيد بتاعه، ده بمجرد ما بيخش على الكنترول او لوحه التحكم ويختار الرصيف ويختار رقم القطر بيطلع اوتوماتيك صوت يقول. هنا هو قدر يخش على اللوحه دي ويغير الرصيف اللي متجه لمكان معين، خلى السيستم ينده ان المكان ده اتغير. هيرجع تاني يغير الرصيف، يرجعه لمكانه الاصلي. كل ده لانه قدر يخترق السيستم بتاع القطارات. وزي ما احنا شايفين ده شاب صغير في السن، يعني الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا، وسهوله الادوات وانتشارها على الانترنت هو ده كان السبب الرئيسي في ان انا فكرت اعمل نشر ثقافه الامن المعلوماتي، لان بقى في اطفال كتير دلوقتي بيخشوا يدوروا على النت ويوصلوا للادوات دي ويستخدموها. طبعا زي ما احنا شايفين هو عمال يتحكم ويغير ويرجع وحاجات كتير. الحيل دي بس اللي بيعرف يعملها؟ لا، ده في حيل كتيره جدا. الحيل اللي هنشوفها دلوقتي دي حاجه جديده بقى من نوعها. نشوفها كده وهنشوف هو بيعمل ايه. ده من التليفون هيتحكم في إضاءة المبنى وهيخترقه، هيطفي المبنى ويرجع ينوره تاني، هيتحكم في الكهرباء زي ما انتم شايفين. اخترق السيستم بتاع الكهرباء. طبعا الكلام ده ما بيحصلش عندنا علشان احنا عندنا في مصر ما زال برضه التكنولوجيا مش واخدة حقها قوي في كل الأماكن. لسه شغالين بالورقة والقلم وشغالين مانيوال. بس انا بوريكم التكنولوجيا على قد ما هي مفيده على قد ما هو ممكن يحصل من وراها ايه. طبعا الحاجات اللي اتفرجتوا عليها دي هدفها ان انا اوريكم التكنولوجيا رايحه لفين والاختراق بيوصل لغايه فين. هنا برضو دخل في محطه القطر على شاشات العرض اللي بتعرض مواعيد القطر ورايح فين وجاي منين، وقدر يوصلها بكاميرا موبايله بحيث اللي شايفاه الكاميرا بيتعرض على الشاشه. وعمل تريكايه كده كوميديه، الشخص الفلاني اللي لابس اللبس اللي لونه احمر كسب معانا كذا، يعني نوع من انواع الكوميديا. بس هو الفكره كلها انه دخل من موبايله بالكاميرا بتاعت موبايله بالواي فاي زي ما احنا شايفين كده، هنلاقيه بيعرض الصوره اللي ظاهره على الموبايل على شاشه التلفزيون بتاع خط القطر. طيب نطلع بايه من الكلام ده؟ نطلع بان احنا لازم يبقى عندنا في مصر جهه او منبر او مكان لثقافه الامن المعلوماتي، ينشر ثقافه الامن المعلوماتي وازاي نتعامل مع التكنولوجيا اللي بقت تكاد تكون جزء رئيسي في حياتنا، كمبيوتر ولابتوب واجهزه لوحيه وكل حاجه في الدنيا تكنولوجيا. طيب في شركات زي شركه اسمها كاسباريسكي من بتوع الانتي فايروس بدات في الفتره الاخيره تحاول تعمل مشروع قومي في مصر، المشروع ده يبقى هدفه حمايه امن المعلومات. طيب ليه حمايه امن المعلومات؟ لان عندنا 5.9 مليون
برنامج دار على أجهزة الكمبيوتر تم اكتشافه في الربع الثاني من 2014، ده الربع الثاني بس. طبعا في احصائيات كتير وهجمات كتير حصلت وكلام كتير، انا اللي يهمني منه مش الكلام النظري، انا يهمني اعمل ايه. يعني اللي احنا بنقوله ده في فيروسات، في فيروسات وفي تروجن وفي حاجات كتيره جدا. الناس متخيله ان الاختراق ده يعني حد لازم هيجيب كمبيوتر ويجيب برنامج ويقول له اخترق فلان. هي ما بتمشيش كده، بتمشي بطريقه تانيه. بس قبل ما نتكلم على ايه هي الطرق التانيه، احب اوضح للناس حاجه مهمه جدا. كاسبرسكي عملت ايه؟ كاسبرسكي عندها تيم، التيم ده كل شغلته، وده موجود لغايه النهارده وفي ليه اوبن سورس على الانترنت، لو انت عايز تشوف عدد الهجمات الحاليه لايف على الانترنت، ليهم موقع بيوري الهجمات بتاعه الاختراق وعدد الفيروسات اللي ظهرت في الوقت الحالي قد ايه، وعدد الايميلات اللي اتبعتت، وعدد مواقع الفيسبوك اللي تم اختراقها، واحصائيات بكل الارقام. لو حد حابب يشوف الارقام المفزعه، هي مبدئيا بالتريليون والبليون وارقام بالتسع اصفار وال12 صفر. احنا عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا في ثقافه الامن المعلوماتي، عشان ده اللي هنبني عليه كلامنا في اللي جاي. ايه هو الفيروس وايه التروجن وايه هدفنا النهارده والتعريف من اللي احنا هنعمله النهارده. اهداف الندوه او اهداف النقاش اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده هو ان احنا نعرف عمليات الهندسه الاجتماعيه، لان هي دي التكنيك اللي بيستخدم في الاختراق. مش زي ما الناس فاكره بروجرام وادخله على الكمبيوتر وهو ده اللي بيعمل، لا. في فرع جديد من العلم يطلق عليه سوشيال انجينيرنج او هندسه اجتماعيه. ايه السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه دي؟ ان انا بناء على حاجات معينه بشوفها اقدر اطلع بنتائج معينه اللي احنا كلنا ممكن نكون بنعملها بس ما نعرفش ان ده مسمى ليها. زي مثلا لما حد بيضايق ابنك او اخوه ويجي يحكي لك، فتقول له طب هو ساكن فين؟ طب هو بيشتغل ايه؟ تبتدي تجمع معلومات عنه. دي في لغه العلم بيتقال عليها الهندسه الاجتماعيه، وبتستخدم في الاختراق بدل ما تستخدم في حاجات مفيده. هنتكلم على الهندسه الاجتماعيه دي بس كمان شويه في الحلقه اللي جايه، علشان نوضح للناس ايه بقى الهندسه الاجتماعيه والاختراق بيتم ازاي وانواع المخترقين والادوات اللي بيستخدموها. وبرضه هنتكلم على الفيسبوك ازاي بنحمي نفسنا علشان ما حدش يخش على الاكونت بتاعنا.